السلام عليكم. كانت السمة الأبرز لتطورات المشهد الميداني في أفغانستان هي الصدمة والمفاجأة، فقد فاجأت حركة طالبان العالم بسرعة اكتساحها كبريات المدن الأفغانية قبل أن تسيطر وبشكل وزمن غير متوقعين على العاصمة كابول بدون أن تطلق رصاصة واحدة بحسب تصريحات مسؤوليها. بعد 20 عاماً من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان وإعلان رئيسها آنذاك جورج دبليو بوش الإبن نهاية طالبان بعد كل هذه السنين، ها هي الحركة تعود لحكم البلاد من جديد مؤذنة بنهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان. ما بين النهايتين ثمة قصة مثيرة كتبت بالدماء عن إخفاق واشنطن في مشروع إحلال القيم الغربية في أفغانستان الذي امتد ل20 عاماً دامياً، بالرغم من أن واشنطن جرت جل دول العالم لهذا الغرض. لماذا نجح الطالبان في السيطرة على البلاد بسرعة فاقت توقعات الجميع؟ وهل يمكن للحركة أن تقود أفغانستان الجديدة؟ وكيف ستكون علاقة طالبان بالغرب وبدول الجوار؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نخصصها للحديث عن تطورات المشهد الأفغاني. ما نراه الآن يثبت أن ما من قوة عسكرية يمكنها تغيير مجرى الأحداث في أفغانستان المعروفة بأنها مقبرة الغزاة. هكذا تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انهيار الوضع في أفغانستان بأسرع مما كان متوقعاً، وإعلان حركة طالبان انتصارها والعودة للحكم بعد 2 عقدين من الحرب. بايدن المعترف بالهزيمة قال إن مهمة واشنطن في أفغانستان لم تكن بناء الدولة، وما حدث لم يكن متوقعاً، مبيناً أنه لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة. طالبان ومنذ البداية طمأنت موظفي الدولة معلنة عفواً عاماً عنهم، وبعثت برسائل تطمين أخرى إلى الشرق والغرب حول سياساتها الجديدة والتعامل مع ملفات الداخل والخارج بشكل مختلف عن ذي قبل. صحيفة أمريكان كونسيرفاتيف وصفت انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بالكارثي، وأنه يشهد على الفشل الفكري والأخلاقي للنخبة الأمريكية. ورأت الصحيفة أن نتيجة سياسة واشنطن المهتمة أكثر بشن حروب ثقافية كانت هيمنة إيران على العراق وسوريا، فيما عاد الطالبان مرة أخرى إلى الحكم في أفغانستان. مسؤول من حركة طالبان أعلن أن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان، مؤكداً أن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاماً. فيما أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها التقت كبار قادة حركة طالبان في قطر، وأكدت لطالبان أن حماية المدنيين والشركاء في أفغانستان تمثل أولوية قصوى، بينما أكد قائد القوات المسلحة البريطانية نيك كارتر أن بلاده تتعاون مع طالبان ميدانياً لتوفير الأمن في أفغانستان. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن انتصار المقاومة الأفغانية وتحرير العاصمة كابول دليل جديد على أن المبادئ هي التي تنتصر، وأن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان تعيد إلى الأذهان صوراً لا تخفى لانهزامات أمريكية سابقة، محذرة من محاولات توصيف ما جرى على أنه قد يحيي آمال من تدعى بأنها فصائل متطرفة، وهو ما يبطله واقع طالبان وسيرتها الجهادية. إذن هذا الموضوع نطرحه على ضيفينا الكريمين. معي في الاستوديو الأستاذ أحمد مولانا الباحث في العلاقات الدولية، وعبر زوم من العاصمة الباكستانية إسلام أباد الأستاذ عبد المجيب بسام مدير المركز الأفغاني للدراسات والأبحاث. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت من باكستان أستاذ عبد المجيب، المخابرات المركزية الأمريكية قدرت بداية أن طالبان تحتاج إلى السيطرة على البلاد 6 أشهر، ثم خفضت المدة إلى 3 أشهر في ظل وجود جيش أفغاني
عتاد قوامه 300,000 مقاتل ومدرب أحسن تدريب ويحمل أسلحة أمريكية من طراز رفيع وحديث، بينما أكثر التقديرات تعطي حركة طالبان 75,000 مقاتل. وأشرف غني الرئيس الذي فر من البلاد قبيل دخول طالبان إلى العاصمة قال: سأتحدث في وقت لاحق عن كيفية ما أسماه سقوط كابول. نريد منك، هل اتضحت الصورة عندكم كمراقبين، الطريقة والآلية التي فاجأت بها طالبان العالم بأسره واحتلت أو سيطرت أو فتحت أيا يكن التوصيف كابول بساعات خلافا لتوقعات كل المخابرات الدولية والعالمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال، نحن بحاجة أن نستعرض الواقع الأفغاني أولا على أرض الواقع الأفغانية في أفغانستان. لو أننا رجعنا قليلا إلى الأيام السابقة لما كانت المفاوضات جارية بين حركة طالبان من جهة وأمريكا من جهة أخرى، وبين حركة طالبان والحكومة السابقة، الحكومة الأفغانية السابقة، لو رأينا نظرنا فيها نظرة متأملة لوجدنا أنها نعم كانت بحاجة إلى زمن طويل. لكن الذي حدث في واقع الأمر أن الأمريكان أو القوات الأمريكية هي كانت قد تخلت بصورة أو بأخرى عن الحكومة الأفغانية الحالية، وكانت بقيت وراء الستار توصي الحكومة الحالية بمجموعة من التوصيات التي هي كانت منصبة على أن يكون التركيز على المفاوضات مع حركة طالبان. إلا أن الحكومة الأفغانية السابقة، حكومة أشرف غني، هي لم تلتزم بهذه التوصيات، وأخذت لهجة شديدة وكانت تدعو إلى أنها ستقاتل وأنها ستقاوم، وأن حركة طالبان لن تستطيع أن تقاوم هذه القوة العاتية، سواء كانت في شكل الجيش الأفغاني أو سواء كانت من ورائها القوات الأجنبية أو قوات الاحتلال الأمريكي على وجه الخصوص. الذي حدث بالفعل أن القوات الأمريكية لما تخلت عن مساندة القوات الأفغانية على أرض الواقع، عندها حدث أمران. الأمر الأول أن حركة طالبان تقوت معنويا داخل البلاد، سواء أكان ذلك على الساحة السياسية أو كان ذلك على أرض المقاومة وعلى أرض الرباط عندهم. الأمر الثاني الذي حدث أيضا بالفعل أن معنويات جنود القوات الأفغانية لحكومة أشرف غني هي كانت قد انهارت وتحطمت تماما. حدث هناك أمر ثالث وهو أهم الأمور، أن حركة طالبان في هذه الأثناء وهي تتقدم نحو الولايات المختلفة في الغرب من جهة والشمال من جهة أخرى والجنوب من جهة، وكانت تركت جهة الشرق فقط وهي لا تتقدم فيها أو لا تتحرك. الذي حدث هنا أنها كانت اتخذت الحرب الفكرية أيضا إضافة أو بجانب الحرب، حرب المقاومة والحرب الإعلامية، إلى جانب الحرب الإعلامية أيضا. هذه الحرب الإعلامية هي كانت تنشر وتبث من ورائها أو تبث من خلالها أنها أن هؤلاء الجنود الذين يريدون أن يقاتلوا الحركة، هؤلاء أبناء البلاد وهؤلاء هم الأفغان الذين كانوا يقاتلونهم الطالبان، هم كانوا الأمريكان. فالأمريكان ما داموا قد اتفقوا مع حركة طالبان أنهم سيخرجون من هذه البلاد وأنهم سيتركون البلاد للأفغان وحدهم، فهنا حركة خاطبت الجيوش بهذه اللهجة، لهجة أخرى لم تكن الحركة متعودة عليها في قادم أيامها، في ماضي أيامها. ففي ماضي أيامها كانت لهجتها لهجة المقاتل الشديدة، الآن بدأت إضافة إلى القتال والمعركة على أرض المعركة أخذت هذه اللهجة الأخرى التي تخاطب بها الجنود الأفغان الذين أيضا لا ينتمون إلى الحكومة الحالية بالولاء والإيمان، وإنما هي كانت أيضا اتخذت هذه الوظيفة فقط ليسد هؤلاء الجنود، ليسدوا بها جوعهم وجوع أولادهم وليتمكنوا من الحياة العادية. هذا أولا. ثانيا،
الذي كان سببا ايضا رئيسا في تقدم حركة طالبان وقواتها نحو العاصمة والسيطرة عليها بهذه الصورة التي ربما لا يكون لها في التاريخ مثيل، هو أن أشرف غني وأعوانه كانوا قد فروا وهربوا وتركوا البلاد دون أن يعلنوا هذا مسبقا. طبعا كان الناس يظنونهم أنهم مجتمعون، ولكن قلوبهم كانت شتى. فالذي حدث أن فرار أو هروب أشرف غني نفسه هو كان قد أحدث فجوة عجيبة، وكانت قد بث انهزاما نفسيا في القوات الأفغانية نفسها. بالتالي نحن رأينا في أرض الواقع أن العاصمة الأفغانية لم تكن بها شرطة تستطيع أن تسير الأوضاع، كما أنه لم يكن بها جيش يستطيع أن يستولي على هذا الوضع. هذه الأحداث كلها أدت إلى بعض الأحداث الخفيفة التي كانت عبر عنها في الإعلام بالفوضى، حكاية أحداث سرقات، نهب الأموال، تسلق جدران بيوت بعض المسؤولين داخل المدينة. هذه أيضا كانت قد مهدت لحركة طالبان وقواتها أن تدخل بهذه السرعة، وإلا فكان المعلن شيئا آخر، وهو أن حركة طالبان ستبقى على حدود العاصمة وهي ستنتظر الأمر الذي ستتفق عليه القيادة في حركة طالبان، خاصة بالحديث إلى الحكومة الأفغانية. طيب حقيقة لو عدنا أستاذ أحمد، يعني ذكر مجموعة من المعطيات الأستاذ عبد المجيب من إسلام أباد، لكن هل يكفي للتراجع المعنوي لقوات الجيش والشرطة والأمن الأفغانية وخروج الرئيس قبل ذلك؟ يعني ضمن الإجابة ثمة ما يوحي بأن هناك سؤالا أيضا، لماذا حصلت الفوضى؟ لماذا ذهب أشرف غني وقوات الأفغانية لم تطلق رصاصة واحدة؟ لماذا غابت القوات عن الأرض؟ هل ما حصل يشكل لغزا يحتاج وقت إلى كشفه، أم هو في دائرة الممكن تفسيره؟ هو في دائرة الممكن تفسيره، لأن الأحداث الأخيرة هي مرتبطة بالأحداث التي حصلت خلال 20 سنة، وكثيرا ما يرتبط التطورات العسكرية بالوضع الاقتصادي للبلاد. وفي هنا دلالة مهمة، احنا عندنا الانفاق الإجمالي للحكومة الأفغانية، حكومة أشرف غني، 80% منه سنويا يعتمد على المنح التي تأخذها من الخارج، وفي القلب منها المنح من أمريكا. يعني هي حكومة بتعتمد في الأساس 80% من انفاقها على ما يأتيها من منح. فعندما عقدت إدارة ترامب اتفاق مع طالبان للسلام في فبراير 2020 وحددت مايو 2021 للانسحاب، ثم جاء بايدن ليعلن أنه سيؤجل هذا إلى بداية سبتمبر 2021، فكان هذا رسالة للحكومة الأفغانية والأطراف الأفغانية أن أمريكا قررت أن تنسحب من أفغانستان دون مراعاة لأوضاع حلفائها بالداخل الذين يعتمدون في إنفاقهم وفي وجودهم على الدعم الأمريكي، سواء دعم مالي كميزانية أو سواء على المستوى العسكري كدعم للقوى الجوية ودعم المستشارين وبالقوات الخاصة وغير ذلك. فهنا قرار الانسحاب الأمريكي دون إشراك الحكومة الأفغانية في التفاوض، هذا أوصل رسالة إلى أفراد وعناصر وكوادر هذه الحكومة بأن أمريكا تتركهم لوحدهم، فهذا أثر على قدرتهم القتالية وإرادتهم القتالية، وأصبح كل منهم يبحث عن مصلحته التي رأى أنها ستكون مع اللاعب الجديد. ومن هنا استفاد الطالبان بهذا المستجد من خلال التواصل مع أطراف متنوعة في الحكومة الأفغانية، من أجل سواء بالأموال أو سواء بالترهيب، من أجل إجبارهم على يعني التماشي مع طلبات طالبان والاستجابة له. رأينا مثلا بعض الطيارين عندما حدث قصف جوي في الفترة الأخيرة لأماكن تقدم طالبان، بدأت على سبيل المثال طالبان في العاصمة وغيرها عمليات اغتيال للطيارين تستهدفهم عند بيوتهم، لدرجة أنه في أسبوع قتل قرابة 8 من الطيارين. وزير الدفاع الذي كان موجودا عندما أراد أن يكثف الضربات الجوية تعرض منزله في قلب العاصمة كابول لهجوم مكثف من عناصر طالبان، يعني اختراق أمني كبير. نعم، فأرسل هذا رسالة لكافة الأطراف في الحكومة التي قد تود أن تواصل القتال أنها ستستهدف وستباد، فبالتالي كان خيار الفرار هو الخيار الذي تبناه هؤلاء. أيضا هناك نقطة أشار لها أنتوني كورديسمان، هذا أحد كبار المحللين الأمريكيين في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، يعد من أكبر مختصين في قضايا الصراعات في الشرق الأوسط، أصدر دراسة عن أسباب انهيار القوات الأفغانية من بضعة أيام.
ذكر فيها أن التقارير الأمريكية الرسمية عن الجيش الأفغاني كانت تقارير تتسم بعدم الواقعية وبالكذب. فعلى سبيل المثال الشائع أن تعداد الجيش الأفغاني هو 300 ألف مقاتل، في حين أن التعداد الفعلي عندما كان يتم قرابة 70 ألف مقاتل يتسم أغلبهم بالأمية وعدم القدرة على استخدام السلاح بالشكل المطلوب. فقط كانت توجد بعض وحدات القوات الخاصة هي التي يعني قادرة على القتال ولا تعمل سوى تحت غطاء جوي أمريكي ودعم من المستشارين وغير ذلك. طب هذا مبني على ماذا؟ مبني على بنية الجيش الأفغاني نفسه، أنه ليس جيشا حقيقيا، إنما هو تم تجميع الميليشيات التي كانت في تحالف الشمال وفي غيرها التي قاتلت طالبان في 2001، تم تجميعهم وعمل منهم جيش، إنما على الإطار الإقليمي والمناطقي. لكن هذا كان ممكن في البداية، لكن الآن مضى 20 عاما، نهضت أجيال جديدة ربما حملت العقيدة الوطنية. نعم، لم يعني بنية المجتمع ليست هكذا. لذلك كردستان يركز على أن ولاء أفراد الجيش كان أو ولاء لقادتهم السابقين، يعني في مناطقهم هو ولاء للقائد الذي كان ينتمي له. وفي ظل أجواء الفساد التي كانت منتشرة وسط الحكومة كان كثير من هذه القوات تشرف على أعمال تهريب المخدرات وفرض الإتاوات وغير ذلك، فبالتالي أصبحت هناك كراهية لهم من طرف الشعب الأفغاني. وثانيا هم فقدوا الفعالية العسكرية والقدرة على القتال لأدائهم أدوار ميليشيات غير عسكرية. مع التغطية الأمريكية في التقارير الرسمية على هذه الحقائق عبر إبراز صورة غير حقيقية والاستخفاف بقدرات طالبان وتصويرها في التقارير الأمريكية أن الشعب يكره طالبان ويحب الحكومة الأفغانية، فساهمت هذا النمط الأمريكي حتى في خداع الذات وفي خداع المسؤولين الأمريكيين الذين توقعوا أن هذا الجيش الذي قيل أنه 300 ألف مقاتل سيقاتل، في حين أنه كان أقل من ذلك بكثير، وكان جيش ميليشياوي كل منهم عاد إلى منطقته وكل منهم يعني تصرف وفق قيادته المباشرة القديمة، وبالتالي تلاشى الجيش هذا كأن لم يكن، حتى أن كردستان وصفه بأنه يعني حكومة من ورق وجيش من ورق تبخر في 20 سنة كأن لم يكن. طيب لو عدنا إلى إسلام أباد مرة أخرى، أستاذ عبد المجيب، هل ما حصل يمكن توصيفه كما ذهبت بعض الصحف الأوروبية من أنه هزيمة مذلة لأمريكا لم تواجهها منذ حربها في فيتنام، أم يمكن إسناده إلى الرأي الآخر الذي يقول ثمة مبالغة في هذا التصوير وأن الأمر سبق الإعداد له والتفاهم بين حركة طالبان والأمريكيين على السيناريو الذي سيكون في أثناء خروج القوات الأمريكية من البلاد؟ هو في الحقيقة يعني أيا كانت الإجابة لهذين الأمرين، هو في نهاية الأمر العالم كله سيحسم الأمر بأن هناك منتصرا وهناك منهزما. هذا الأمر هو أمر حتمي. لا شك أن المعركة التي دامت لعقدين من الزمن 20 عاما هي لم تكن معركة المفاوضات ولم تكن معركة على الجرائد وصحف، وإنما كانت معركة على أرض الواقع، فيها الأشلاء وفيها الدماء وفيها النفوس وفيها التشريد وفيها كل ما من طبيعة الحروب على أرض الواقع. بالتالي هذه الأمور كلها سواء يعني ضرب لها الناس أمثلة متعددة وانتهوا فيها إلى نتائج حتمية أو غير حتمية، هي في نهاية المطاف في رأيي أنها ستبقى هزيمة نكراء لأمريكا وأنه سيبقى انتصارا عظيما لحركة طالبان على أرض الواقع مهما كانت هناك التأويلات المتعددة. الدليل على ذلك أن القوات الأمريكية وحلفائها طوال الفترة الماضية العقدين من الزمن هي لم تمارس إلا فقط الجانب الأوحد منه، وهو الضرب والتشريد والقتل والنهب والقصف وغير ذلك. فهذا الأمر يأخذ بأيدينا إلى أن نقول أن الذي حدث على أرض أفغانستان في الواقع هو كانت هزيمة نكراء حقيقة. ولأجل ذلك أنا سأذهب وأؤيد هؤلاء الذين يقولون إن أمريكا نعم مرة أخرى على في تاريخ البشرية مرة أخرى قد رأت هزيمة لم ترها منذ أيام فيتنام، وهي كانت نكراء أكثر مما حدثت لها هناك. هذا من جانب. من جانب آخر الذي حققته حركة طالبان الآن خلال هذه الفترة كلها هي مهما قيل عنها في التأويلات المتعددة، لكنه في نهاية المطاف يبقى له هذا المصطلح الذي حتى استخدمه بايدن بصورة أو بأخرى، وهو الانتصار لحركة طالبان، وأن أرض أفغانستان هي على مر التاريخ
بقيت مقبرة للغزاة، وأن الغزو والاحتلال لا يمكن له أن يحرك هنا شيئا من مصالحه الذي يريد أن يحققه على هذه الأرض. فيما يتعلق بطبيعة الانتصار والمصالح الأمريكية والغربية في أفغانستان من عدمها، ربما يكون جزء من الإجابة عن هذا الموضوع مرتبط بالنفس الذي ستظهر به طالبان سواء كان داخليا أو في علاقاتها الخارجية، وهو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تطورات المشهد الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول. أستاذ أحمد، يعني كان لافتا العفو العام الذي أصدرته حركة على الجميع، مقاتلين وساسة، ودعت الجميع حتى للعودة إلى العمل وأعربت عن رغبتها في التفاوض وحتى المشاركة في الحكومة. يعني هل هذه القرارات كمراقب لك إلى أي مدى تعكس أن طالبان عادت إلى كابول بروح ونفس جديدين؟ هي بالطبع تعكس هذا الأمر، ولعلها يعني ربما تكون طبيعة المرحلة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، عندما قال لأهل مكة برغم ما فعلوه من اضطهاد ومن تضييق ومن حروب مع المسلمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان هذا درس أنه عند التمكن وفرض السيطرة يتم العفو عن الناس من أجل بناء مرحلة جديدة لا تقوم على الانتقام والقتل والثارات، لأن الثارات تعيد مجدداً ثارات مقابلة، وبالتالي هي طالبان حقيقة تريد أن تخرج من نفق الحرب الأهلية. البعض يراهن على أن العداءات والثارات لدى بعض يعني العرقيات ولدى بعض الطوائف يمكن استثمارها في يعني إيجاد حرب أهلية تستنزف طالبان وتستنزف أفغانستان وتسلب النصر الذي حدث قيمته ورمزيته. فلذلك طالبان تريد أن تتجنب هذا الأمر، هذا الأمر الذي حدث في أفغانستان بعد انسحاب الروس وما حدث مع دخول فصائل المجاهدين لكابول في 92 وشهدت 4 سنوات دامية. كذلك عندما سيطر الطالبان سابقا في 96 كان هناك صراعات يعني ممتدة 5 سنوات مع تحالف الشمال، فهي تريد أن تتجنب هذا الأمر وأن تدشن لمرحلة جميعا تقول للجميع فيهم أن لديكم يعني دور في أفغانستان يمكن لكم أن تشاركوا، لن نقصيكم، فبالتالي الإقصاء يؤدي للعداء. فهي تريد أن تمتص أي احتقان لدى الفئات العرقية والسياسية والطائفية المختلفة وأن ترسم لهم رسائل طمأنة سواء على مستوى الداخل الأفغاني أو على مستوى الإقليمي والدولي، بحيث أنها تبدأ مرحلة جديدة لا تقوم على معاداة الآخرين أو على استثارة الآخرين ضدها. أظن الدرس الذي استفادته طالبان من التجربة السابقة أن يعني الخطاب المفاصل والعداء الذي لا يتسم بمرونة يؤدي إلى تكتل القوى الإقليمية والدولية وحتى الحلفاء المحليين لهذه القوى ضدك، وبالتالي هذا تكون له تكلفة وتبعات كبيرة. أما تفكيك هذه الأجواء بتقديم خطاب جامع على المستوى المحلي وتقديم ضمانات وطمأنة للأطراف الإقليمية والدولية سيساهم في الدخول لمرحلة جديدة بشكل يعني يمكن النجاح فيه. طيب أستاذ عبد المجيد، يعني حركة طالبان ولدت في خضم الحروب، وحتى عندما حكمت البلاد من 5 أعوام من عام 96 إلى 2001 تاريخ دخول القوات الأمريكية الغزاة الأمريكيين إلى أفغانستان، كانت تحكم البلاد بمنطق الحركة أكثر منها بمنطق الدولة. الآن ربما تجد نفسها وبعد 20 عاما من مقاتلة الغرب في أفغانستان، التحدي الأكبر هو الانتقال من روح وفكر الحركة إلى روح وفكر الدولة. ما فرص نجاح الحركة في إحداث هذا التحول الجذري برأيك؟ في الحقيقة يعني أمام حركة يعني حركة طالبان الآن دخلت مرحلة حساسة وفي الوقت ذاتها خطيرة جدا. ينتظر منها شيء كثير،
خاصة الشعب الأفغاني بعد كل هذه الأعوام المليئة بالمآسي الكثيرة هو ينتظر من حركة طالبان شيئا كبيرا، كما أن أنظار الأمة الإسلامية أيضا هي مركزة على هذه الحركة. هناك فرص عديدة يمكن لحركة طالبان أن تحقق من خلالها انتصارها السياسي، كما أنها استطاعت أن تحقق انتصارها العسكري على أرض الواقع، خاصة وأن حركة طالبان خلال هذه الفترة السابقة عقدين من الزمن هي لم تكن تقاتل على أرض الواقع فحسب، وإنما هي كانت دولة منظمة في حد ذاتها، هي مارست الدولة ومارست إدارة الدولة وبعناصرها وإداراتها المختلفة. فمما يجب أن نعلم أن حركة طالبان في هذه الفترة كلها لم تكن حركة مقاومة فحسب، وإنما كان لها تكتلاتها السياسية وإداراتها المختلفة، عندها الولاة لكل ولاية وعندها لكل مديرية مدير وعندها وزير المالية أو بهذه المصطلحات الجديدة وزير المالية ووزير العدل ووزير القانون، وهذه المناصب كلها عندها شغالة من الأيام الأولى للحروب. فإذا دخولها في هذه الفترة القادمة وهي ستسوس البلاد بروح جديدة غير روح المقاومة والقتال هي ليست قضية جديدة عندها، وإنما كل ما في الأمر أنها الآن ستدخل هذه المرحلة بروح مرنة غير الروح التي كانت قد عاشت عليها في فترة حكومتها السابقة التي حضرتك أشرت إليها. لكن إضافة أستاذ عبد المجيب، أرجو المعذرة عن المقاطعة، أنت ذكرت عبارة أنها ستسوس البلاد بروح جديدة مرنة، هنا ينشأ سؤال مهم، إلى أي مدى هناك قبول شعبي في الداخل لهذه لقيادة الحركة للبلاد، خصوصا وأن 20 عاما من القتال سقط ربما الألاف من قتلى الجيش والأمن الذين هم من أبناء الشعب الأفغاني في النهاية، هذا الشرخ النفسي الذي حصل إلى أي مدى قادر الحركة على إذابته إذا صح التعبير؟ هو في الحقيقة هذا الذي كنت أريد أن آتي إليه. تفضل. الشعب الأفغاني من خلال التجربة التي عاشه مع الحركة ومع الإعلام الذي كان بيد غير الأفغان من خلال هذه، نعم هناك صورة غير طيبة لحركة طالبان في أذهان الشعب الأفغاني، لكن من خلال هذه المرحلة الجديدة التي كانت بدأت بالمفاوضات ومن خلال المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، ظهرت حركة طالبان هناك بروح جديدة، بدأ الشعب يتعرف عليها، على هذه الحركة أنها حركة أخرى غير الحركة التي كانت معروفة في الفترة السابقة لحكومتها. ما معنى هذا الكلام أنها غير الحركة السابقة؟ يعني غير الحركة التي كانت معروفة بقتالها فقط، وأنها لم تكن تعرف غير العنف وغير القتال وغير الشدة، وإنما هي حركة تعرف أن لهذه المقاومة جانبا آخر وهو جانب سياسي، وأنها وأن الحركة الآن بدأت تتفتح على العالم، وأنها تستطيع أن تفاوض، وأنها تستطيع أن تشاور الناس، وأنها تستطيع أن تضم العناصر المتعددة للبلاد وأن تحضنهم من خلال الحكومة القادمة أو من خلال التجربة القادمة. فبالتالي الشعب الأفغاني كان إلى يعني بنسبة ما كان متقبلا لهذه الفكرة. نعم. طيب يبدو أن هناك خلل فني، يعني سنعود إلى الاستوديو. أستاذ أحمد، الآن الحركة قدمت ضمانات للداخل ربما قبل الخارج بأنها ستعطي المرأة حقوقها ضمن الشريعة والقانون، وستطبق الشريعة تطبيقا شاملا في البلاد. ربما السؤال المطروح الآن، كيف ستوازن بين تطبيق الشريعة وبين إرضاء شعب ربما عاش 20 عاما بعيدا عن الشريعة في ظل الانفتاح الذي حاولت أن تربليره إذا صح التعبير أمريكا في أفغانستان، كيف يمكن هذا تحقيق هذا التوازن الدقيق في الداخل؟ يعني المجتمع الأفغاني حسب التقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في كتاب فاكت بوك اللي بتصدره سنويا، 99.7% منه مسلمين، قرابة من 85-90% منه من أهل السنة، و10-15% تتراوح النسبة من الشيعة. فالمجتمع من الناحية الدينية في قدر كبير جدا من التجانس،
على المستوى الإرث التاريخي والديني. الشعب الأفغاني يعني عنده تعظيم العلماء وتقدير العلماء وتقدير الدين يعني احترام الدين، لم تكن فيه موجة العلمانية. حتى نظام كارزاي عندما جاء كان مثلا يقول أنه لن يصدر قوانين تخالف الشريعة. ده اسم أفغانستان الرسمي حاليا، يعني قبل طالبان اسمها جمهورية أفغانستان الإسلامية. فقضية الدين ودوره هذه مسائل شكلية ربما، شكلية لكن أمريكا ربما ثمة من يقول أن النخب الأمريكية وأن والنخب الأفغانية التي صنعتها أمريكا أحدثت شروخا في المجتمع يعني الأفغاني. أنا أختلف مع هذا الكلام. على المستوى المجتمعي في المدن والأرياف المجتمع الأفغاني بالأساس مجتمع قبلي وليس مجتمع الدولة الحديثة مدني. أو فيه الحداثة بمفهومها الذي مرت به يعني بعض الدول العربية أو بعض الدول الإسلامية التي تعلمنت وأخذت موقفا عدائيا من الدين. الشخصيات الأكثر ارتباطا بالغرب هي ضمن الشخصيات التي تريد أن ترحل مع المحتل. إنما على المستوى المجتمعي لم يتشرب الشعب الأفغاني الموروثات العلمانية الليبرالية، بل حتى في عهد حكم الشيوعيين لم يتحول المجتمع الأفغاني إلى مجتمع شيوعي. بما تفسر هذه الآلاف الهاربة من طالبان إذن؟ يعني هناك أمرين، هاربة من الشريعة ربما. هناك أمرين، لا، إنما هناك أناس كان لهم دور مع القوات الأمريكية ويخشوا الانتقام، ليس شرطا أنه انتقام طالبان، ولكن على المستوى المجتمعي هناك مظالم ارتكبت ضد أفراد. هؤلاء الأفراد لهم عائلات، لهم أسر، لهم قبائل، ربما هؤلاء يخافون من انتقام عائلتهم وأسرهم وقبائلهم. هذا جانب. الجانب الآخر أن أفغانستان على المستوى الاقتصادي، يعني تقديرات البنك الدولي لعام 2020 كانت بتتكلم أن قرابة 55% من الشعب الأفغاني تحت خط الفقر، ومقدار خط الفقر بيقدروه بدولار واحد، دولار واحد يوميا. 55% من الشعب تحت يعني دخله أقل من دولار. فمع يعني خلال المرحلة الأخيرة أشيع أن من يعني أن هناك إمكانية للسفر من مطار كابل بدون تذاكر وبدون تأشيرات، فناس في حالة مادية صعبة جاءت لهم فرصة للسفر إلى الدول الغربية أو أمريكا، فنجد أن الكثير من الشباب يريد أن يسافر. هو هنا لا تهمه طالبان أو الحكومة القديمة، إنما يهمه يعني أن يسافر إلى وضع يكون فيه وضعه الاقتصادي أفضل في ظل هذه الفرصة، الذي إذا رحل الأمريكان ولم يرحل معهم ربما لن يتمكن بسهولة أن يذهب إلى تلك الأماكن. فهناك جزء بضعة آلاف من المترجمين والمتعاونين مع قوات الاحتلال، وهؤلاء لديهم خشية نتيجة ما حدث. احنا عندنا عشرات آلاف المواطنين الأفغان مدنيين قتلوا، عندنا قرابة 50,000 من طالبان قتلوا. هؤلاء يخشوا من انتقام العائلات والأسر في ظل البيئة القبلية. وهناك آخرين يعني طموح الهجرة ومغادرة البلد، مثل ما نرى من شعوبنا العربية من مصر وسوريا وليبيا والسودان، يعني المئات يوميا في البحر المتوسط يحاولون الخروج من تلك البلاد إلى أوروبا. هذين عاملين. لا أظن أن العامل الأساسي هو الخوف من طالبان، بالأخص في ظل انفتاحها الحالي. وهنا إشارة أنبئ يعني أشير لها، عندما في عام 1996 عندما دخل الطالبان إلى كابول أعدمت نجيب الله الرئيس الشيوعي السابق وقامت بتعليقه في العاصمة يعني بعد إعدامه. كذلك عندما دخلت مزار الشريف 98 قامت بقتل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين، قرابة 11 من العاملين في الكونسولية في مزار الشريف منهم 8 دبلوماسيين. الآن طالبان بعد أن دخلت كابول تجلس مع عبد الله، تجلس مع كارزاي الذي يمثل نموذج للحكم الأمريكي، لم تقتلهم، لم تعتقلهم، لم تقوم بأي إجراء انتقامي ضدهم، إنما هذه الدلالات أنها تشير إلى أن هناك سياسة جديدة وهناك يعني توجهات جديدة، وأنها تفتح أيديها لمن يفتح يده لها. أما أظن أنه من يعني سيحاول أن يقاتل وأن يشاغب بطبيعة الحال أنها ستتصدى له. طيب بعد قليل سنبحث موضوع الطريق الذي ستشقه حركة طالبان الجديدة في سياساتها الخارجية وعلاقتها مع الدول الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. نعود إليكم بعد قليل. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10,727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
أهلا بكم إلى إسلام أباد مرة أخرى. أستاذ عبد المجيب، ربما أحد الأسئلة الكبيرة المطروحة الآن والتي على أساسها سيتحدد إلى درجة كبيرة الحكم على طالبان الجديدة، هو كيف ستصوغ الحركة نظام علاقاتها الدولية، نظام سياستها الخارجية في ظل المعطيات الراهنة؟ هو في الحقيقة يعني تمشيا مع السياسة العامة لحركة طالبان التي كنت قلت عنها قبل قليل أنها الآن بدأت تقوم على المرونة تقريبا في كل الأطراف، فأعتقد أن حركة طالبان الآن ستحاول أن تكون علاقتها الخارجية بالدول الكبرى أو الصغرى وخاصة المجاورة علاقة ود وحب من جهة وعلاقة مرونة من جهة أخرى، خاصة وأنها في هذه المرحلة وهي مرحلة حساسة بحالة إلى أن تكون لها صداقات طيبة مع دول الجوار على وجه الخصوص ومع الدول الكبرى على وجه الخصوص. لو أتينا وتحدثنا عن علاقة حركة طالبان بأمريكا نفسها التي كانت في اصطدام شديد وقتال ومعركة دامت لعشرين عاما، لو أتينا إلى هذا الحديث لرأينا أن حركة طالبان ستكون على يعني علاقتها ستكون قائمة أيضا على أساس العلاقة التي تحقق لها أهدافها المنشودة، كل ذلك شريطة ألا تكون هناك على حساب السيادة الشرعية لديها. بمعنى أو بتعبير آخر، أن حركة طالبان الآن هي لن تقطع الصلة بصورة كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي يمكن أن تتفاوض معها، خاصة وأنها تعلم أن الكثير من الأحزاب السياسية الأفغانية المتواجدة على أرض الواقع التي كانت شريكة في الحكومة السابقة هي ما زالت موجودة على أرض الواقع، وهي ما زالت تكن الولاء للقوات لأمريكا، وأيضا في الغالب ستكون هي شريكة في الحكومة القادمة في الحكومة التي سترتبها حركة طالبان. بالتالي هؤلاء الذين ما زالوا على أرض الواقع في أفغانستان هم يمثلون أمريكا بصورة أو بأخرى، فحركة طالبان هي أيضا بصورة أو بأخرى ستكون على مفاوضات معها في سياستها المرنة التي تستطيع أن تستفيد من هؤلاء في إعمار البلد من جهة، وفي استقطاب أو تأليف القلوب من جهة أخرى، وفي أن ينشر الأمانة والتعمير لهذه الأرض لهذه المناطق المختلفة التي هي بحاجة شديدة في مناحيها المختلفة إلى العمران وإلى التغيير. طيب أستاذ أحمد، يعني سريعا بعد دخول كابول عرضت روسيا وإيران علاقات مع حركة طالبان، بينما ذهبت الصين أبعد قليلا وقالت مستعدة لحركات ودية. ثمة من يسأل في ظل هذه المعطيات، ما الدور الذي ستقوم به أفغانستان إقليميا في ظل حكم طالبان الجديد؟ نعم، يعني هذا الدور دون شك مهم فهمه في ضوء الأدوار السابقة. بطبيعة الحال أفغانستان تقع على حدود مع دولتين كبرتين هما روسيا والصين، فضلا عن دولتين فعالتين إقليميا هما إيران وباكستان. الروس في التجربة السابقة كانت بالنسبة لهم بعد يعني خروجهم من أفغانستان، كانت أفغانستان تمثل بؤر التوتر يأتي منها مقاتلون إلى داغستان إلى الشيشان، تؤدي إلى إثارة هذه البؤرة إلى إثارة المسلمين في آسيا الوسطى وفي القوقاز. فالروس ما يهمهم هو ألا تتحول أفغانستان إلى منطلق لبعض الجماعات الإسلامية التي تؤدي إلى استثارة المسلمين في الأماكن التي لروسيا نفوذ عليها. كذلك بالنسبة للصين كانت أحد مشاكلها مع أفغانستان أنها كانت مرتكز للحزب التركستاني الذي له قضية في تركستان الشرقية، وكان يعني يعبر بعض أفراده من أفغانستان إلى الصين، فهي تريد أيضا ألا تتحول أفغانستان إلى نقطة تمركز للحزب، الأخص بعد سفر العديد من عناصره إلى الشام، لا تريد أن يعودوا مرة أخرى إلى أفغانستان وأن تكون منطلق لتهديد الداخل الصيني. كذلك إيران كان عندها تخوفات على الشيعة الهزارة، وبالأخص أن سابقا كانت بينهم وبين طالبان معارك شديدة خلال يعني فترة من 96 إلى 2001، فكذلك هي تريد ضمان أمن هؤلاء. خلال السنوات الماضية كانت بدأت طالبان في التواصل مع الأطراف الصينية والروسية والإيرانية، كثيرا ما زار أعضاء المكتب السياسي لطالبان روسيا والصين
وإيران، وكان هناك تواصل لم ينشأ هذا التواصل من خلال المرحلة الأخيرة. فطالبان يعني ستحتاج أن تلعب على التناقضات الدولية وعلى التنافسات الدولية، بمعنى أن أمريكا قد تريد أن تروض طالبان، وتروضها الآن ليس عسكريا إنما تحاول اقتصاديا وسياسيا. بدأنا نشوف أول الخطوات الاقتصادية، تجميد الأصول الأفغانية، أصول البنك المركزي الأفغاني في أمريكا اللي هي 9.6 مليار دولار. هذه أول خطوة، ربما تتلوها خطوات في محاولة المحاولات يعني منع طالبان من السحب من صندوق النقد الدولي أيضا. نعم، هذه فهناك تبدو مؤشرات لمحاولات أمريكية للضغط الاقتصادي على طالبان، ويمكن أيضا الضغط السياسي من خلال محاولات فرض العزلة. في حال هذا الأمر حدوث أو تبني أمريكا لهذا النهج وهذه المقاربة مع طالبان، وهو متوقع أن تزداد هذه الخطوات، ستحتاج طالبان إلى الانفتاح الإقليمي على روسيا والصين وإيران وباكستان، بحيث تخفف من هذه العزلة الأمريكية. هذا الانفتاح سيدفع الأمريكان إلى التخوف من أن يعني تذهب طالبان إلى المحور الروسي أو المحور الصيني، فبالتالي ستكون نقطة تستطيع منها طالبان أن تضغط على أمريكا كي لا يعني تتوتر العلاقات بينهما. فاللعب على التناقضات بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية سيكون يعني فاعلا مهما ونقطة أساسية في سياسة طالبان، ونرى أنها تمارسها حاليا يعني بقدر من الاحتراف وبقدر من المرونة. وكذلك الأطراف الإقليمية بالأخص روسيا الصين إيران هي حريصة أيضا على مغازلة طالبان وعلى عدم استعداء طالبان. طيب في إسلام أباد أستاذ عبد المجيب، ثمة قراءة أخرى لما ذكره الأستاذ أحمد في الاستوديو، أن انسحاب أمريكا من أفغانستان مرتبط بشكل أو بآخر ضمن سياستها أو استراتيجيتها الجديدة في العالم كله، والتي تمثلت في أحد مفاصلها من انسحاب أو سحب ثقلها السياسي وحتى العسكري من منطقة الشرق الأوسط في القلب منها المنطقة العربية، وأن أمريكا تريد أن تجعل من حركة طالبان أداة في مواجهة تمدد النفوذ الصيني في المنطقة، حتى لو لم تطلب ذلك مباشرة من حركة طالبان وإنما بترتيبات سياسية. إلى أي مدى تتفق مع هذه القراءة؟ أولا أرى أن الأيام القادمة هي كفيلة بالإجابة على هذا السؤال، لكن في ظل الواقع الذي نراه هو يبدو أن هذه القراءة قد تكون بعيدة عن الواقع، لأن حركة طالبان في هذه الفترة هي كانت واضحة في سياستها، وخاصة عبر الإعلام وفي حديثها إلى الشعب الأفغاني بصورة خاصة. ففي هذه الفترة التي كانت هي فترة المفاوضات بين حركة طالبان والأمريكان من خلال المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، لم يكن هناك ما يدل على أن هذه القراءة تكون صحيحة، لأن هذه القراءة هي تستدعي أن تكون الحركة في على الأقل في بعض نماذجها أو في بعض تجاربها السابقة هي كانت تظهر بصورة أو بأخرى ميلانا إلى هذه القراءة من خلال تعاملها مع الشعب ومن خلال تعاملها على أرض المعارك مع الحكومة الأفغانية الحالية. إضافة إلى أن هذه القراءة هي ليست صحيحة، لأن حركة طالبان منذ الأمد السابق هي كانت في تفاوضات أو مفاوضات مستمرة مع الأحزاب السياسية الأفغانية المختلفة التي كانت تعيش على أرض أفغانستان أو حتى الذين كانوا خارج أفغانستان أيضا. بالتالي هذه القراءة قد تكون بعيدة عن أرض الواقع، وقد تكون أمريكا وقد تكون هذه القراءة يعني بعيدة أستاذ عبد المجيب، يعني هي بعيدة عن الواقع أو غير واقعية هذه القراءة. يعني قد يفهم من كلامك أن أمريكا صحيح أنها خرجت مهزومة من أفغانستان، ولكنها تركت أفغانستان هكذا يعني لطالبان بدون مقابل، بدون رؤية استراتيجية، وهي دولة عظمى يهمها وقف تمدد النفوذ الصيني. لا شك هذا الجانب فقط هو الذي يمكن أن يسلم بأنهم جانب من الواقعية. نعم، أن حركة طالبان الآن بحاجة إلى أن يكون لها مجموعة من الأنصار خارج البلاد على أرض السياسة أيضا وعلى أرض الاقتصادي على وجه الخصوص، وبالتالي حركة طالبان في هذه الفترة الأخيرة من خلال مفاوضاتها أو على الأقل جلساتها المتنوعة مع الصين ومع روسيا ومع إيران أيضا
يفهم منها أن حركة طالبان نعم هي قد تكون تبحث عن بديل في هذه الجوانب الاقتصادية والسياسية بديلا عن أمريكان وحلفائها أو مما كانت أسمته خلال هذه الفترة بقوات الاحتلال. طيب أنا أختم مع ضيفي في الاستوديو أستاذ أحمد، ومعك الوقت الكافي للإجابة عن هذا السؤال. الآن منذ 5 أيام تاريخ دخول طالبان إلى كابول، وهي تعطي تطمينات للداخل والخارج، والآن فرنسا تراقب وألمانيا تراقب وأمريكا وبريطانيا، الكل يراقب، وكما لو أنهم يخضعون طالبان لامتحان. الآن أي علاقات محتملة، وحتى الآن ربما تحظى بنوع من الإشادات من قبل العواصم الغربية طالبان، أي علاقات محتملة بين طالبان وهي محتملة وممكنة والغرب؟ هل هذا يعني أن الغرب بدأ هذا التأسيس لمرحلة قبول الغرب وإذعانه لفكرة تطبيق الشريعة في دولة إسلامية، أم هو بدأ عصر جديد لطالبان ستطبق الشريعة لكن تحت في بفهم للشريعة خاضع للضغط الذي يولده المناخ الدولي والمجتمع الدولي؟ نعم، يعني طبعا الأحداث الأخيرة دي قد تكون يعني مقدمة لتغير استراتيجي في الواقع الإقليمي والواقع الدولي، بمعنى أن التجارب الإسلامية السابقة التي كانت تريد أن تحكم بالشريعة اتفقنا واختلفنا معها، بمجرد تشكلها كانت تحدث تحالفات دولية ضدها ويتم وأد هذه التجارب والقضاء عليها. بينما في المرحلة الحالية طالبان هي وصلت للحكم بعد انتصار على تحالف دولي كان مكون من قرابة 42 دولة، فالتجربة الجديدة هي ناتجة عن انتصار تاريخي وعن اندحار للقوى الغربية من أفغانستان. ليست تجربة جديدة أن طالبان انتصرت على قوى محلية وجاءت للحكم فبالتالي سنبدأ أن يتشكل تحالف دولي لإسقاط طالبان، لا، إنما أتت طالبان للحكم بعد هزيمة هذا التحالف الدولي واندحاره، فبالتالي قدرة القوى الغربية والقوى الأمريكية على استعمال القوى العسكرية والانخراط مجددا في أفغانستان ظني أنه لا توجد أي إرادة لتنفيذ مثل هذا الأمر مجددا. يعني يكفي أن نعرف أن أمريكا على مستوى المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الأفغانية من عام 2002 ل 2021 حسب البيانات الرسمية الأمريكية قدمت أمريكا 144 مليار دولار، تبخرت هذه الأموال لم بسبب الفساد وتلاشت الحكومة على أرض الواقع، هذا خلاف النفقات العسكرية الأمريكية التي تقدر حسب بعض التقديرات الأمريكية بقرابة 2 تريليون دولار. فأرادت أمريكا أن تنسحب من هذا المستنقع الذي يستنزف أمريكا اقتصاديا بحيث تتفرغ إلى يعني مواجهة التنافس الصيني، فبالتالي قدرة أمريكا على التلويح بالقدرة العسكرية وانخراط مجددا في هذا الأمر وانخراط الدول الغربية عن تطبيق الشريعة وعلاقتها بالغرب، هذا سؤالي بنصف دقيقة. نعم، فهنا يمكن لهم تحت ضغط الأمر الواقع أن يقبلوا بهذه المعادلة بأنها توجد دولة إسلامية محررة تطبق الشريعة وتقيم الشريعة طالما أن هذه الدولة لا تمثل تهديدا للمصالح الغربية خارج هذه المنطقة. ولكن أيضا الأمريكان حقيقة يعني ألقوا بكرة اللهب في ملعب الروس والصين والإيرانيين بحيث لعلهم يأملوا أن هذه الأطراف تتصارع على الكعكة الأفغانية فيؤدي ذلك إلى استنزاف هذه القوة وإلى استهلاك مقدراتها في صراعات إقليمية يكون الغرب خارجها، لعل هذا هو الرهان. فإذا نجح الطالبان في إدارة علاقاتها الدولية بشكل ناجح قد تمر طالبان وتمثل أول تجربة ناجحة لإقامة دولة إسلامية أعقبة انتصار على تحالف غربي واسع، وبالتالي يصعب على الأطراف الدولية أن تجبرها على تغيير نهجها وعقيدتها. أشكرك. إذن طالبان ومن ورائه أفغانستان أمام تحدي كبير يرسم من ورائه مستقبل وشكل أفغانستان. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من إسلام أباد الأستاذ عبد المجيد بسام مدير المركز الأفغاني للدراسات والأبحاث، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المجيب، كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد مولانا الباحث في العلاقات الدولية. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.